أهد يسري من مواليد القاهرة عام 1947 بدأت مشوارها الفني في مصر بأدوار صغيرة في أفلام شاطئ المرح المساجين الثلاثة، ثم انتقلت لبيروت عام 1970 واشتهرت بأدوار الإغراء في عام 1974، وتعرضت لحادث أدى لوفاة صديقها وتشوه بسيط في وجهها، فقررت اعتزال الفن بعد الحادث وارتداء الحجاب. وبعد غياب لأكثر من 26 عاما ظهرت في أحد الحوارات التلفزيونية.